بدا اتهام التصفيه الاولى لصفاقه الروبوفين مترو خضراء 13 سنه ناشئين، وهذا الصفاق مقاوم ثلاث تصفيات. Thank you.
والاعتذار تصفي سريع للسباق 400 متر حرة 13 سنة ناشئة. نتيجة سباق 50 متر فرق 16 سنة ناشئين، فاز بالمركز الأول جابر جوزيف نشأ نادي الأزهري، وبالمركز الثاني أحمد هاني سيد نادي عصفور، وبالمركز الثالث محمود كمال مركز شباب بني سويف. نتيجة سباق 50 متر فراشة 13 سنة ناشئين، فاز بالمركز الأول مارك صليب إسحاق نادي القدسية، وبالمركز الثاني طارق يحيى سيد نادي أسيوط، وبالمركز الثالث دور أيمن محمد عبد الباهي نادي الأزهر. على جميع السباحين سرعة التواجد للسلام الميدالية، على جميع السباحين سرعة التواجد للسلام الميدالية.
مراسم تسليم سباق 50 متر تراجع مرحلة 13 سنة ناشئين، وأقوم بتسليم الميداليات المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة. فاز بالمركز الثالث السباح نور أيمن نادي رزغان. وبالمركز الثاني السباح طارق يحيى نادي أسيوط الرياضي. وبالمركز الأول والميدالية الذهبية فاز بها السباح مارك سليم إسحاق نادي القصية الرياضي. بدأت لعبة التصفية الثالثة للسباق 400 متر حرة 13 سنة ناشئين. مراسم تسليم سباق 50 متر خراجة مرحلة 12 سنة ناشئين، ويقوم بتسليم الميداليات للمهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة. فاز بالمركز الثالث السباح محمود جمال مركز شباب بني سويف. وبالمركز الثاني السباح احمد هاني سعيد نادي اسيوط الرياضي. وبالمركز الاول السباح جورج جوزيف نشأت نادي رزغان. وبالمركز الثاني عبد الله سيد حسيني نادي بني سويف. وبالمركز الثالث محمد ايهاب طه نادي الرياضات البحريه. خراجة 15 سنة ناشئين، فاز بالمركز الأول يوسف توفيق حمدي نادي سنتو. وبالمركز الثاني محمد طارق محمد مركز شباب أمينيا. وبالمركز الثالث نزار أمير أحمد نادي سنتو الرياضي.
الأكاديمية السباحين لمرحلة 14 و15 سنة الفائزين سرعة التعود للسلامة البدنية. يوسف توفيق سنزو، محمد طارق المنيا، نزار امير سنزو. اخر نداء، اخر نداء لتوزيع الميداليات. تسليم سباق 50 متر فراشة مرحلة 14 سنة ناشئين، ويقوم بتسليم الميداليات المهندس آدم داب رئيس منطقة الصعيد للسباحة. المركز الثالث السباحة ملك محمد عبد الحميد نادي رزغالي، وبالمركز الثاني السباحة ملك عمرو صلاح نادي سنزو الرياضي، وبالمركز الأول بالميدالية الذهبية فازت بها السباحة سلمى أحمد مصطفى نادي سنزو الرياضي.